عسلامة، مرحبا بكم. كالعادة اليوم جيت وجدت وصفة جديدة. مرحبا بكم في مطبخ ام رحمة فوفا. اليوم باش نحضر مع بعضنا درعية صفاقسية، درع والا معناتها كل واحد كيف يسميه. انا لهنا عندي 500 غرام درع اللي هو الدخان، بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الدرع وهو والا القصب. هكا عملت ريشيرش الحقيقة وحبيت ان نجيب الاسم في برشا بلايص، معناتها في برشا بلدان، باش يعرفوا اش معناتها الدرع اللي هو القصب دخان ولا زرقان. كما قلت لكم لهنا عندي 500 غرام درع، معاهم 250 غرام سكر جلاس، معاهم 4 كعبات بيض سكر جلاس اللي هو السكر المحور، 4 كعبات بيض، 250 غرام فارينة، 200 مليلتر زيت زيتونة. أنا لهنا خذيت زيت زيتونة. عندي مغرفة قشور برتقال، هذه هكا قشور البرتقال. عندي لهنا مغرفة ينسون وإلا بسباس وإلا حبة حلاوة، كل واحد كيف يسميها، مقلي ومرحي. وعندي لهنا 50 غرام زبيب، زبيب هذي هكا من غير قلب، حطيته في شوية عطرشية ولا زهر ولا كل واحد والذوق اللي يحب عليه. عندي لهنا باكو خميرة حلويات، كما تشوفوا هكا باكو خميرة حلويات. نبدأ بسم الله. أول حاجة نعملوها باش نخلطوا النواشف الكل مع بعضهم، هذه 500 غرام درع باش نضيف عليهم 250 غرام السكر، باش نضيف عليهم 250 غرام فارينة هكا، باش نضيف البسباس ولا حبة الحلاوة ولا اليانسون كل واحد كيفاش يسميه، قشور البرتقال، باكو الخميرة لا البيرشميك حتى. نخلطو النواشف الكل، بسم الله خلطوا النواشف الكل مع بعضهم هكا. نحكيلكمش على الريحة، عطات ريحة بنينة هذيك القشور البرتقال واليانسون وإلا البسباس. نضيف هنا 4 كعبات البيض نتاعي هكا كيما تشوفوا، بسم الله. ونضيف 200 مليلتر زيت، بسم الله، ونخلط. هذه ما تتعجنش، نلمو ندخلو لي زانغريديون كل في بعضهم هكا. توا لهنا هذه هكا العجينه نتاعنا ولا البات اللي تحصلنا عليها، شوفوا كيفاش يلزمها تتلم تكون ملمومه كيما هكا. انا لهنا خذيت الطبق نتاعي دهنته بالزيت كما تشوفوا هكا، هكا لازم يكون الطبق مدهون بالزيت على خاطر فيها العظم، لازم يكون مدهون بالزيت. باش ناخذ شويه كيما هكا، شوفوا كيفاش كعبرهم هكا. عندي لهنا جلجلين ولا سمسم، وعندي لهنا ابيض متاع بيض. ناخذ هكا، ناخذ هذيك الزبيب كمان هكا نحطه في وسطها، نلفها هكا، نعمل لها هكا نكعبرها، شوفوا كيفاش نغطسها في الابيض متاع البيض هكا، نحطها في الجلجلين هكا. هذا هكا كعبة الدرعية متاعنا. Thank you.
هذه هي توا الدرعيه نتاعنا طابت، بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاتنا، نودكم ولا نشهيكم، طايبه. شوفوا هذه هكا، بسم الله ما شاء الله. هذه هكا الدرعيه نتاعنا، شوفوا كيف جاتنا، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه. شفتوا التشققات هذه هكا في الدرعيه نتاعنا، دليل على ان الدرعيه نتاعنا ناجحه 100%. شوفوا هذه هكا، خليوها من داخل خفيفه، هذيك كعبه الزبيب في الوسط نتاعها، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم كيما تشوفوا هكا. في وصفة أخرى وبسلامة.